هالشحنة ما عاد بقى شيء إلا. تخيلوا يا إخواني نحنا باقينا يومين نودع هذا الكيان، بنودعكم والله وقسما بالله واللي يرفعها سبع نزلها سبع أن العبرة هنا. اي والله شوفوا الإخوان، شوفوا هذا أحمد حنيف يعني بنفقد هذا الريالتي العظيم، والله احنا بنفقده وجع. الدبانة جات تخشمة، قام خشمة طيب يا دنعة، يا دنعة، أخي والله بفقدكم يا إخواني، أفقد هالريالتي العظيم اللي ما قد أحد سبكم عليه. إي والله شوف شوف خشمة شو تحرك. شوف سكسوكته تقول فلتر مكيف اللي يعني شباب عرفته زي زين تكفى فر فر عندي. شوف شوف عندي عندي في واحد على اليمين مراقب. شوف شوف تكفى شوف تكفى فر عليه. شنو هذا الريالتي؟ شنو لفينا هنا؟ شوف لفيناك. ايوه شوف شوفوا اخواني واخواتي، واحد اثنين ثلاثة، استمتعوا بالمنظر. يلا انا تعديت، شوف المنظر، شوف المنظر، عرفت في توم جيري اللي ما تطلع ذيك هذا ترى هذي. اتحداكم تعرفون هذا من دي عشان تعرفون عدو. ترى هذا ترى يقرب لفرعون صدق. شو فرعون سبحان الله، لا اله الا الله. شوف الشعر شلون الطاير، لا اله الا الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نوم العواقف ان شاء الله، راح افقدكم يا اخوان. هو قاعد يتحلم الحين مو بحولكم ولا بصوبكم يعني، عرفتوا؟ فنرجع لمحور حديثنا. بعلمكم شغله، ترى والله العظيم احنا يعني بنفقدكم واجد واجد. زين بعطيكم شيء. ايش فيك يخرب بيتك؟ ايش فيك؟ ضوعتني يا ولد، صاحي انت؟ ايش فيك تبي؟ ما ابي اسوي معك. تكفى تكفى، والله انا عايش ريالتي من اليوم، انا عايش ريالتي من اليوم. انا عايش والله. لا لا حق التصوير، حق التصوير، حق التصوير. ما تصور تصور ريالتي معي؟ حق التصوير تصور ريالتي معي؟ لا تصدق هذا طبعا سلمان لهي. لا لا احنا هو يدرون عندنا تصوير، انا قاعد اسلم معهم اليوم. شو صار زيدان احتري عندك؟ احتريك طبعا يا اخواني واخواتي. ما بقى الا ثلاث ايام اغتنموها بال ايش اسمه؟ اغتنموها بالذكر الطيب. ذكر طيب، واهم شيء انا في البرنامج اهم شيء ان الواحد يكسب ايش؟ ما عندك مايك؟ يا عم منيب يعني تدري ان عندي تصوير يعني تن ليه؟ خلاص اروح عشان ما تقبل تاخذ خصم. لا ما انا بالمركز الاخير. طيب يا عم منيب اقول لك نبي نسوي نصيحه. ننصح الناس كلها بان تقاربوا وتحابوا. لا مو يعني يقربوا من بعض. التهاوشون. القرب يجيب المحبه والتوالف. فأنا أطلب من الجميع بأنهم يكونوا على قلب واحد. بس هذا كلام. حب الناس. قل ليه؟ ليه؟ قل ليه؟ إذا حبيت الناس تجيك طاقة إيجابية. صحيح. إذا أحس. قاعد أتعلم قاعد أتعلم عليك. افتعلم افتعلم افتعلم. أعوذ بالله. الله أصلاً. أخو العيال. أسباب يقوم. أحسن الحلم شكله أصلاً مرة حلا سيئة في الحلم. شكله في أحد قاعد يلطم. المهم. مثلاً. لا إله إلا الله. لا تكلم أضعاف. لا بس يعني اقولك يعني كل ما توالفوا الاشخاص كل ما صار تدري افقدها افقدها. انا رقد كذا انا اذا رقدت لازم انت تفتح انت اصلا ترقد وانت فاتحين. اي والله يا خلني استغرب كيف ترقد كذا. انا ديب. هل انت تشوفنا انا ديب؟ هل انت تشوفنا احنا؟ ركز ركز والله. ثاني ذاك اليوم قومني امس خالد الجعدبي يوم قومني تدري ايش كنت اقول؟ اقول تكفون خلوني اعيش
خلونا نعيش واخروا مني ليه؟ ما ادري انت كنت تعلم كنت تعلم بس يا ولد انا كنت ارقد وانا عادي بدون كوبي اثنين رقدت جنب العزيزي العزيزي يا ولد حلمت اني غاصب اخوان تحمل هذه السماجه تحمل بعد كل شيء وقعدت تيا وقعدت تقول يا ولد والله يا ولد اقسم في الحلم تدي اقوم وشو اقوم على الرطب صافقني اقوم على ذا اي خلاص تقوم على شو اسمه قول معي وقت قط سكت نفسي يا رب لا صدق صدق يا ركم بريد لا انا والله انه جوك خل زيد علي تكي شوي طلع مقهور الحين يبي نتوقع بعض ما يسمعك يقول لك ترى هو بك مغرم مشهور اكثر وقتي تصوير وكذا كلنا والله حلو وعندي اشغال وعندي ذا فانا اقول لك يا بابا انت شخص جميل جدا زين قبل لا عشان ما تروح سو كذا عشان تكون الصبحيه هذه مو صبحيه الحالي الله الله يبارك فيك صبحيه صبحيتنا انا عندي الفكره ماشي قسما بالله تعال شيل ليه مو نادر قبل لا لا يا ولد نايم كان يقول كلمة لا انا ما احب اخرب احد هو ترى قاعد يعيش الحين قاعد يفكر في ايش اسمها هي هذيك الفكسار لا 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 ايش اسمها يا ولد زوجة فرعون ماني ايش اسمها ما ادري ايش اسمها ناهي ماني هي ايش ترى هذه ناسيه تعرف من ها تعرفها قد قريت يعني عنها قريت بس وش اسمها انا ما ادري ما ادري توصل بشيء شكلك انت قايم الحين صح والله الى متى بتكون عايش انا قاعد هنا لين ما يجي الساعه 6 بالضبط لو الساعه 6 بالضبط اجفل لين ما اجيكم جينا انت اجيكم هذا انت بتكي معك يا ولد لا يا غبي انا تصويري الحالي تصويري الحالي انا خلي ذكي خلي تكي برا ترى هذه تصوير حق النسخه يعني ذكرى قدام يعني كذا تسلمني انت يعني ولا ايش ذكرى قدام كذا وصلت مرحله انك تكون وسخ لهالدرجه يعني سلمان نادر انا ترى قاعد عندك هنا وعلي علي الكاميرا علي الكاميرا علي عرفت ف سن خل ذاك يلبخ ابشر بس علي اسوي لي اللي منه خبره بس السياح يزعجنا بس ما اسوي ريالتي يقول السياح يزعج الزوج طويل لا زين رح شيء طيب عندك طاقيه لا امانه والله ما عندي يا ولد طاقيتي سر ما عندي والله وين اروح تصوير هذه الذكرى يا ولد طيب اسمع عندك درينا تصوير ذكرى بس يقول لازم طاقيه روح شوف بدر دولابي ما شنطتي تاع الشنطه شوف اي والله شوف لا تتعبيني شيك ليه بالبرنامج لا ما اصوره انا مقطع متاوش زيدان أبوالي بيني بينه سالة علشان ما صبرني الصبح حلو لا والله مجرد صدق روح بجي لا أنا بس خلص من ما في طلعة أنا أخوي حياتي أنا بغني لهم باقي خمس دقائق بغنيهم بجيكم يا روح طيب خلينا أمشي بس راح بكرة بجيك بعد شوف تامنك يا روح يا أخوي ترى اسمع هذه فرصتي تكبر أدخل علي فرصتي تكبر فرصتي هذه فرصتي إني أنا أغني لهم يا أخوي إني أشتري أكثر روح طيب يا اخوي ابي تصميم روح بسرعه انا ما تصميم حتى معك روح لحالي انا لحالي طيب ثوب مو طويل تكفى يا عايض انا طالبك ما عندي والله ما في طلبه ما عندي راقد ذا خله روح الله يحفظك ان شاء الله سلمي على زيدان وعلى اخو العيال يدي لحمرة شفيك بس لا تروح الله يرحم والديك ريجي باقي خمس دقايق يلا يا ولد يا اخي ليه يا سلمان خمس دقايق انا عندكم نسخه فاشله ابشر منها ما في عشان اذا جاي يصفق وجهه على طول الباب كذا تدف الباب هو يصفق وجهه ما في شيء نام قبل اصكك بهذي Ah!
تعال خلاص تعال خلاص تعال بقلبتك الله بقلبتك الله.